حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير بمناسبة حدود عيد الفطر المبارك. نتمنى أن يعيده الله عليكم باليمن والبركات وأن يعيد الأعياد عليكم وأنتم خالين أو العراق خالا من كل مشاكله، وأن يرفع هذه الغمة عن العراق بشكل خاص وعن الأمة الإسلامية بشكل عام. مشاهدينا الكرام، نحن في أيام مباركة وأيام مفترجة، نحن في بداية عيد الفطر المبارك، واليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك. العراقيون متعودون في كل عيد أن يتحضرون لهذا العيد. هنالك بعض العادات والتقاليد التي اعتاد عليها العراقيون في بداية كل عيد، منها قضاء بعض الوقت في الأسواق لشراء حاجيات العيد ولشراء ملابس العيد إلى الأولاد. اليوم نحن في عراق مليء بالمشاكل، الأزمات السياسية وتأثيرها على العراقيين خصوصا في عيد الفطر المبارك، غلاء الأسعار كذلك وتأثيره على عيد الفطر المبارك وتحضيرات العراقيين في عيد الفطر المبارك، وكيف يقضي العراقيون عيدهم خصوصا أن هناك شريحة واسعة من المغيبين والمعتقلين وأيضا من النازحين في مخيمات النزوح. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو الذي شاهدتموه الآن هو أجواء العاصمة العراقية بغداد وبعض المحافظات العراقية، احنا نسميها بالعراقي عجاج، العجاجة اللي مرت على العراقيين بهالكم يوم هذه، وقبلها أكثر من مرة جت عواصف ترابية اللي احنا نسميها العجاج على العراقيين بنفس الصورة، وكانت اكو هواية صور على مواقع التواصل الاجتماعي في تهكم على إجراءات الحكومة أو الإجراءات الاحترازية للحكومة في ما يخص العواصف الترابية وللحد من مشاكل العجاج. الحمار اللي شفتوه هو بسبب أنه أولاً تجريف البساتين، تجريف المناطق الخضراء، تجريف الحزام الأخضر حوالين المدن خصوصاً العاصمة العراقية بغداد، قلت المناطق الخضراء والحزام الأخضر أدت إلى قلة وجود سد أو حاجز أمام العواصف الترابية لما تهجم على المدن. إحدى وظائف الأحزمة الخضراء على محيط المدن، إحدى وظائف الأشجار والبساتين اللي موجودة في محيط المدن خصوصا العواصم، خصوصا بالبلدان اللي تتمتع أكثر من مدينة بيها أو جزء كبير من مساحتها بطبيعة صحراوية ورملية، وظيفة هاي الأحزمة الخضراء هي أن تكون سد إلى العواصف الرملية أو تكون عامل فلترة تخفف من حدة العواصف الرملية. هواية مرت عجاجات على العراق على مر السنين، بس ما مرت على العراق حدة عجاج مثل اللي شفتوها قبل شوية، لأنه ما ليوصل عجاج بمدى الرؤية صفر هذه طامة كبرى. بالنسبة إلى العيد أيضاً عندنا بعض يعني الفيديوهات اللي اخترناها لكم لمتابعة ما يحصل بالعيد، أتمنى من السادة في الإخراج أنه يبينوا لكم واحد من الفيديوهات، خلونا نتابع.
قبل ما اتكلم عن الفيديو اتمنى السيد المخرج يطلع لي الفيديو على الشاشه حتى نحكي شويه على على اللي دا يصير اليوم بالمناطق. الفيديو اللي طلع قبل شويه هو اخوي المخرج مو هذا الفيديو، اريد الثاني ابو المي. الفيديو اللي طلع قبل شويه هذا عجاجه، هاي العجاجه بالعاصمه العراقيه بغداد. لا اريد ابو الفيضان اللي طلع قبل شويه. الفيديو اللي طلع هو بالموصل، هذا اللي دا تشوفوه امامكم. يعني منطقه بها عجاج، منطقه ثانيه بها فيضان لانه اكو بها بها شو اسمه امطار شديده وعواصف مطريه شديده، يعني بدها تهجم على مدينه نينوى تحديدا والموصل، فدا تشوفون هذا الحال. السؤال اللي ينطرح، عجاجه تصير ببغداد ماكو اي عمل احترازي من الحكومه مثل ما هاي العجاجه اللي تشوفوها، ما صايره بتاريخ العجاج عجاجه حمراء مثل هاي، كنا نشوف هاي الالوان بس بالافلام الرعب. اما اليوم بدنا نشوفها واقع حال بالعراق والعراقيين اللي يعيشوها خصوصا بالمناطق الرمليه، ولا صايره بيوم من الايام انه تمطر الدنيا تغرق. ما بيوم من الايام مطرت الدنيا بالعراق على مر التاريخ من يوم اللي تكونت به الدوله الحديثه العراقيه لحد هاي لحد 2005 2006 ما مطرت الدنيا بالعراق وطفحت المجاري مثل ما بدنا نشوفها الان. لانه اولا هاي مصايب أمراض، على مياه آسنة، على روائح نتنة، على بكتيريا، على هواية مصايب تحملها هاي المياه. هاي واحدة من النقاط اللي نريد نتكلم عليها. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. عليكم كل عام وانتم بخير وإن شاء الله. وانت بألف خير يا رب. عليكم الأيام إن شاء الله. بالنسبة لشغلة العجاج والتراب اللي جاي يقصف بالعراق صار لفترة، نعم. أسباب إلى أسباب، والناس الاختصاص في مجال الزراعة ومجال المياه والتربة يعرفون أن الحكومة العراقية هي السبب الرئيسي بكل ما يصير بالعراق، من هاي التصحر إلى البحيرات اللي كلها اختفت، إلى الأنهر اللي والروافد اللي إيران قطعت المياه إلى ديالة وغيره، واللي صب بنهر دجلة والفرات، الأشجار اللي تم إزالتها بالكامل من بغداد ومن محيط بغداد، كل هاي لها تأثيرات على العواصف الترابية اللي تضرب العاصمة بغداد وحتى المحافظات الجنوبية. يعني نسبة المياه احنا نعرف الحكومة ما مهتمة بهذا الموضوع، مثل بحيرة الحبانية وبحيرة الرزازة والثرثار وغيرها والسدود، كلها نسبة المياه بيها نزلت. الزراعة بالعراق احنا نعرف بها الزراعة يعني ماكو لها دعم، اي دعم، نعم. لان الزراعة من تصير بالتربة زرع ومياه وتنزل درجات الحرارة الارض وشد التربة، بينما صير رمال اي ريح يطيرها، يعني هم الزراعة لها دور والتشجير لها دور والبحيرات لها دور، نعم. والأنهر اللي نقصت لها دور، والحكومة ما دايرة بال هذا الموضوع. يعني كل الدول العربية بدأت بمشروع هو زراعة الأشجار في سبيل تصير مصد تخفف من العواصف الترابية على العاصمة أو المدن، نعم. أما حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية ما يفكرون بهذا المجال لدعم وزارة الزراعة ويعملون بصدق، كلهم ناس فاسدين جم لأذية العراق وجم لتدمير ما موجود من بنية تحتية. قبل 2003 ما كانت عندنا نسبة المياه تنزل من دول الجوار، ما حد يقدر يتلاعب بيها، ولا حتى الزراعة ولا المناطق الزراعية ولا مثل الزوراء وغيرها، كلها جاي يحومون عليها يريد يقطعوها ويوزعوها إلى منتسبي الحشد الميليشياوي وإلى الناس المجرمين الموجودين بالأجهزة القمعية. يعني ما يهمهم البلد، من يجي قطع أراضي وهي كلها أشجار، وهاي ما يفكر أن هاي لها عواقب ضخيمة بالمستقبل. إذن هم جايين لأذية العراقيين، ما شفنا من عندهم أي إنجاز. يعني حتى هذا التراب هو بسببهم، هم لو جادين وصادقين كان ما يروح المياه تروح الى شط العرب والخليج، تروح هبان هيك، ما حد يستفاد من عندها. ليش ما سويتوا سدود؟ ليش ما سويتوا بحيرات اصطناعيه جديده؟ خزين هاي الامطار اللي جاي يشوف التناقض، سبحان الله، بالموصل فيضانات وتكريت وبغيرها، وتجي على بغداد والمناطق الغربيه والجنوبيه تصحر وارتفاع درجات الحراره واشجار ماكو، زراعه ماكو، كل سببها حزب الدعوه والاحزاب الاسلاميه.
لان هم مستلمين زمام الامور وصرفوا مليارات الدولارات من صالح المطلق على المبادره الزراعيه قبل 7 سنوات 8، والنتائج ما لها، كلها مشاريع زراعيه فاشله وهميه، ما التمسنا اي شيء من عندها، والمواطن العراقي ما اجانا اي شيء من عندها. هاي المبادره الزراعيه اللي قادها صالح المطلق، مليارات الدولارات انصرفت وملايين الدولارات للمواطنين، كلها اللجان الكشف كلها كذابة، ما عندهم أي كشف على أي مشروع صار، لا زرع انفتشي، لا دعم الفلاح، لا وصلهم المياه والبذور، ماكو أي شيء عندنا. يعني كنا قبل 2003 دولة زراعية، يعني عندنا اكتفاء ذاتي من الزراعة. الآن بوجود ذول الفاسدين بدون استثناء السياسيين السنة والشيعة والأكراد، شوف العراق وين وصلنا بهذا المجال، صفر. قمنا نستورد الثوم والبصل والبطاطا وغيرها من دول الجوار، وبالذات دول التجار السوء إيران، في سبيل احنا يدمرون الزراعة ويدمرون البحيرات ويدمرون ثورة السمكية، في سبيل ما يصير الملجأ الأول والأخير بالاستيراد هو من إيران، وينعشون الاقتصاد الإيراني. هيش جاي يعملون هاي السدود اللي ما لها اي دعم، سد حديثة واقف، وبي بي بي واحد يستفاد من عنده بالمجال الطاقة الكهربائية، ما حد يقبل يسوي، يقول له هاي شغلة سياسية، المحافظ الأنبار بزمن قاسم الفهداوي يقول له هاي شغلة سياسية تدخلون بيها وتعيدون صيانة سد حديثة، في سبيل ما تكتفي الأنبار من الكهرباء من خلال سد حديثة، ما يريدون. نعم. احنا ما يريدون العراق ينهض. نعم شكرا لك اخ صباح. مصطفى العلي رئيس منظمة حقوق الإنسان العراقية في برلين، حياك الله أخ مصطفى. الله يحييك، طاب الله مساءكم، كل عام وأنت بخير عليك وعلى كادرك. وأنت بألف ألف ألف خير. أستاذ مصطفى، بما أنك تعمل في منظمة تعنى بشؤون حقوق الإنسان بالعراق، يعني إذا تباوع الشاشة احنا مطلعين صورة للنازحين بالمخيمات حالياً ما طيب. ظهر عندنا. إحنا مطلعين صورة لمخيمات النزوح بالعراق، خيام بالية. نعم. منطقة ترابية ما بها أبسط حقوق الإنسان بالعراق في سنة 2022. معقول العراق؟ نعم. اللي يمتلك ميزانيات مليارية، معقول العراق؟ نعم. اللي بهذا النفط، معقول العراق اللي يعتبر من أغنى بلدان العالم، أطفال نازحين ما عندهم لقمة وما عندهم مدرسة وما عندهم أي حقوق، وشلون يستلمون العيد وشلون يفرحون به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لفتني نظر بأحد البرامج اللي عرضتها. نعم. قناة فضائية لطفل عراقي نازح بأحد المخيمات في شمالنا الحبيب. نعم. وقت اللي إجا المقدم علي التقى بي، قال له شنو أمنيتك بالحياة؟ نعم. قال له أمنيتي شغلة واحدة، أتمنى عندي أب وأم، وأتمنى الله سبحانه وتعالى يخلي بيبيتي اللي هي والدة أبوه أو أمه. نعم. إلي على مود أنا أعيش. طفل بعمر 7 سنوات، 7 سنوات ما يمتلك رغيف، وهو يتيم، يتيم الأب ويتيم الأم، كيف؟ نعم. أي حكومة، أي بل ما في بكل المجازر اللي صارت وبكل الحكام على مجرى من أول ما الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا، ماكو هيك مجازر بدها تحصل بالعراق، مجازر بحق الأطفال. الأرض ما عندي مشكلة بيها، اليوم المياه ما عندي مشكلة بيها، بس في عندي جيل أطفال، طفل، هذا الطفل شنو ذنبه؟ يعني اليوم ابن المسؤول يقدر يعيش بدون 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 مكيف بالبيت، بدون إنترنت، بدون أي شيء؟ يعني نبلش بشنو اللي نبلش بيه وين ننتهي؟ ما لا نهاية. نعم أستاذ مصطفى، يعني خلينا نكون صريحين، أنت ذكرت هذا الطفل أيضا في قناتنا في يوم من الأيام في هذا البرنامج تحديدا. بثينا نعم بثينا الطفلة تقول أنا أمنيتي عندي بيتي لمنا أنا وأخوتي وآلي ونكون مجموعين بي، أنا أمنيتي تكون عندي غرفة، أنا أمنيتي أنام بمكان ما أحس ببرد الشتاء ولا أحس بحرارة الصيف. وهي طفلة إذا تشوفها عمرها أقصى حد أن يكون 10 سنوات، وأمنيتها هي أمنية المفروض شاب متخرج من الكلية دا يبدي حياته، يريد يفكر شلون يتزوج ويشتغل ويأسس له بيت، فيقول لك أنا أمنيتي صار عندي بيت حتى أتزوج. أما طفلة بهذا العمر تفكر ببيتي لمها هي وأخوتها، ليش هذا الحال اليوم بالعراق؟ آلاف التشرد من العوائل، من الأطفال بعاصمة العاصمة عاصمة بغداد. نعم. موجودة ميزانيتنا اليوم كم من المليارات.
بلاوي. كم من المليارات؟ نعم بلاوي. تعرف العاصمة الألمانية برلين وأغلبية المقاطعات اللي موجودة بألمانيا، المياه اللي موجودة بها هي إعادة تدوير لمياه المجاري، وتدخل إلى بيتك بمياه صالحة إلى الشرب. وأيضا يستخدمون في ألمانيا النفايات اللي نعم. موجودة حاليا على الشاشة يمنا يستخدمون في توليد الطاقة الكهربائية. نعم كل الأشجار من أصغر شجرة إلى أكبر شجرة، من بداية زرعها إلى ما يصير عمرها 10 ولا 20 سنة ولا 30 سنة، مرقمة وإلها رقم وإلها ضمان صحي وكشف دوري شهري. ليش؟ يحافظ عليها. طيب يحافظ عليها، يقول طيب. هذه أستاذ مصطفى اليوم يعني خلينا نكون واقعين أكثر، العراقيين شلون دا يستقبلون العيد؟ يعني اليوم احنا بال2022 واحنا اليوم بعيد الفطر المبارك، العراقيين والعالم الاسلامي بشكل اجمع خلصوا شهر رمضان، يا رب يكون على رمضان خير عليهم وينعاد عليهم بالخير والبركه، واليوم بدوا عيد وهذا العيد لكل المسلمين، فاليوم العراقيين شلون استقبلوه؟ والله بمأساة. نعم بمأساة، بجوع، بفقدان الى 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 ارباب اسر ما موجوده، بكل شيء. يعني كيف تبدي؟ كيف تبدي؟ أبسط مقاومات الحياة اللي موجودة اليوم بالعراق ما يمتلكها المواطن العراقي ولا الطفل اللي موجود بيها، ولا الطفل. أنه كيف يفرح الطفل؟ بأي شيء يفرح الطفل؟ يفرح بالأمان، يفرح بالشوارع النظيفة اللي يخرج إلها. زي أنت اليوم طفل، أغلبية العوائل آبائها مفقودة، مسجونة، ميتة. نعم يعني هو كيف راح يفرح الطفل؟ الطفل أهم شيء يفرح بأبوه، يفرح بأمه، يفرح بالعيدية اللي أنت تنطيه إياه، اللي تدخل السرور إليه. طيب اليوم نحن يعني اليوم إحنا ولد الواقع، الواقع نعم. يقول اليوم العراق بنزوح، العراق بمعتقلين أبرياء بالسجون، العراق بمظلومين نعم. هواية، العراق بأناس فاقدين إلى هويتهم وفاقدين إلى حقوقهم، العراق بأيتام، العراق بمشردين، العراق بأمية بنسبة كبيرة جدا، العراق بفقر بنسبة وصل إلى ما يقرب من يعني 50% من أبناء الشعب العراقي، 16 مليون أو أقل ما تحت خط الفقر. شنو اللي مطلوب اليوم لازم يصير بالعراق خصوصا من السياسيين حتى ينهض العراق ويرجعون العراقيين يعيشون بعز وكرامة؟ يجب أن نغير نحن. شو نغير؟ القرار بيدنا، إحنا اللي نغير، إحنا الشعب اللي نغير. نعم. هاي حكومة فاسدة، الأغلبية الشعب العراقي ما يعرف شنو تاريخه. وسبق وأن أنا التقيت بقناة وكان موجود اللقاء اللي موجود. نعم. التجربة اللي كانوا عايشين بها السياسيين في أوروبا وفي أمريكا وفي دول ثانية، ليش ما نقلها إلى بلده؟ ليش ما نقلها إلى بلده؟ نعم. ومو كان عايش بأوروبا، وأوروبا أو ألمانيا أكبر دليل موجود كيف كانت وكيف أصبحت، كيف غيرت. نعم. كيف غيرت من 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 نظام دموي نازي إلى نظام تصنيع. نعم. إلى نظام يدعم الحيوان والشجر وكل شيء موجود به. شنو اللي أنت نقلته اليوم؟ السياسة اللي كنت عايش بالسويد واللي عايش بألمانيا واللي بريطانيا، النقله هو السرقة، البوق، الكذب، التدمير، الطائفية، الكل شيء اللي نقله. أي شيء نقله، أي شيء إيجابي جابه. الشيء الإيجابي اللي جابه من أوروبا هو كيف يسرق بلده ويحول أموال بلده إلى 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 بنوك أوروبا. هذا الشيء الوحيد اللي تعلمه من دراسته ومن اندماجه بهذه البلدان المتقدمة. هذا الشيء اللي أنا أقول لك عليه. نعم نعم نعم. شكرا أخ مصطفى العلي، رئيس منظمة حقوق الإنسان العراقية في برلين. شكرا جزيلا لك. أبو علي من بغداد، حياك الله يا أبو علي. الله يساعدك. ويساعدك. شلونك شعبك؟ هلا بيك الغالي. سعد، مثل ما جبت على المعتقلين، شنو يا قلبي؟ والنازحين، مثل ما جيت على المعتقلين والنازحين، أيه. أمشي بالشهداء أختي، أمشي بالشهداء، عوائل منقطعية، مليون شهيد. أبو علي. مليون شهيد. أبو علي. نعم. إحنا دا نحكي على العراق. نعم. بشكل عام، يعني الشهداء والنازحين والمعتقلين والمغيبين والفقراء والأرامل والأيتام، دول كلهم عراقيين.
إذا ما ذكرنا جهة معينة أو إذا نسينا مو معناها أنه إحنا يعني عندك الأقليات الأخرى مثلا، عندك مثلا اليزيديين، عندك مثلا الصابئة، عندك المندائيين، يعني إذا ما ذكرناهم إحنا ناسيهم أو شايليهم من المعادلة. لا أخوي العزيز، إحنا المعادلة دا تحكي اليوم العراق أخوي العزيز أبو علي، إحنا دا نحكي بال 2022 هذا حال العراق. بالنسبة للمعتقلين يجوز بعد أسبوعين سنة ويجون شون؟ لكن يجوز المعتقل المسجون يجي بعد سنة أسبوعين. أبو علي، أبو علي، أكو ناس أهلهم ما يندلوهم، صار لهم 7 سنين وثمان سنين وتسع سنين وعشر سنين ما يعرفوهم وين. هذا كتلوه بالدواعش، دواعش كتلوه ابن الحلال. لكن يستشهد شلون؟ مليون شهيد، مليون. طيب، طيب ابو علي، ابو علي، يعني راح نظل بنقطه واحده. انا دا اقول لك كل فئات الشعب العراقي، انت ترجع لي على هالنقطه، دا اقول لك كل فئات الشعب العراقي حتى الموظف مشمول، احنا دا نحكي بواقع العراقيين اخويا. ليه ضحايا اصبعك 5000 شهيد يا قتلهم. طيب طيب طيب، شكرا شكرا جزيلا لك ابو علي. اعتذر منك ابو علي، لانه ابو علي اكثر من مكالمه تحكي ويانا ويعني طلعنا كانما انه احنا ناسين فئه من الشعب. وارجع واقول لك احنا ما ناسين فئه، كل ابناء الشعب العراقي اليوم دا يعانون نتيجه السياسات الخاطئه، كل ابناء الشعب العراقي اليوم دا يعانون من قله المجاري، من عدم وجود شبكه صرف صحي صحيحه، دا يعانون من عدم وجود قضاء صحيح او قضاء مستقل، دا يعانون من وجود قضاء مسيس، دا يعانون من وجود عدم وجود نزاهة في المؤسسات الحكومية والغير حكومية، دا يعانون من وجود يعني تهاون في قضية التربية والتعليم، دا يعانون من وجود فساد بوزارة الصحة اللي تتبع تيار كبير من السياسيين. فأخي العزيز، يعني احنا دا نتكلم عن كل فئات الشعب العراقي. محمد من بغداد، حياك الله يا أبو جاسم. الله محييك استاذ افل، كل عام وانت بخير وعام سعيد عليك وعلى قناه الرافدين البطله. وانت بالف خير واهالي بغداد اجمع بالف خير يا رب. الله اجمعين اجمعين ان شاء الله. استاذ افل، الحكومه العراقيه، العصابات العراقيه خلينا نقول، او العصابات المجرمه، هم ما سميهم حكومات، هم من احزاب ومن هذول اللي جوي، هذول اول خطوه سووها يعني دي موتون هذا البلد او العراق ككل، عراق موت بطيء. نعم، جردوه من كل شيء. نفس الشغله اللي الانسان اللي يحارب واحد، يمكن تعرف قصدي من اقول لك، من اكو شخص من يحاربك شو يسوي؟ يجردك من كل شيء، يجردك من اصدقاء، يجردك من المكان اللي انت قاعد فيه، يعلم عليك ناس، ياخذ منك كل شيء، ويعني يعني يسلبك، يعني شلون هنقول بالعربية، يعني يفتفتك او هيجي يجردك من كل شيء. المهم فذولا جوي، هيجي جوي على مود يجرفوا الاراضي الزراعيه، يبسوا الانهار، بنيه تحتيه ماكو، تخطيط ماكو لبناء دوله حقيقيه، دوله مؤسسات ماكو، حلول كلها ترقيعيه بس، كهرباء نظاميه ماكو، اذا كهرباء شويه تحسنت يقول لك والله بنينا ابراج وبنينا محطات وما ادري شنو. هو كيف التغيير مال الجو صار وخلوا الكهرباء، المي كله من المي مال اساله، المي العراق كله ما يشرب مي مال اساله، لان هذا اولا مي اعتبره ملوث ثاني، لان قبل كان المي مال اساله نشربه واحنا المنونين، لان يجيك مي صافي نبح عبالك، هسه المي اللي يجيك بي ريحه، ريحه كريهه بي كعراق ككل. فذولا عتبي شنو؟ عتبي على امريكا اللي جابت لنا ذولا الحصالات، حتى ما اقول فوجك وجه المستمع. يعني ذولا لو اكو ناس خيرين بيهم كان وصلوا هذا البلد 19 سنه وحيجوز حندخل على 20 سنه، البلد متوقف زمنيا، كل الدول تتطور وكل الدول تبني وكل الدول تساهم بتعديل البنيه بالبيئه مالتهم، بس العراق باقي على وضعه. يعني بغداد عموما من تروح حتى المناطق الشعبيه وتروح مناطق المناطق اللي ما وصلت مثلا رجل، مناطق شعبيه مترهه، يعني تلقي بيوت تعبانه، تلقي هم الناس نفسهم تعبانين. وهذا العيد، يعني انا اقول العيد هذا للفقير، الله يكون بعون الفقير،
الفقير هذا شي يسوي بهذا العيد؟ يعني تلقي يعني الله سبحانه وتعالى ما ادري ما راضي على البلد هذا، ما ادري هو. طيب يقول انت اخ محمد، اخ محمد بس اذا تسمح لي، بالنسبه الى العيد وتجهيزات العيد، العراقيين متعودين بشكل عام انه قبل العيد بكم يوم، خصوصا اللي متزوجين وعندهم ذريه، واللي متزوجين وما عندهم ذريه ربي يرزقهم، واللي ما متزوجين يا ربي يرزقهم الزوج والزوجه الصالحه. اللي عندهم ذريه يروح يشتري ملابس الى اولاده ويشتري لهم تجهيزات العيد وما ماذا يعني ما شمل ذلك الامر. تجهيزات العيد اليوم بالعراق يقدر المواطن البسيط يشتريها او يوفرها الى ابناء عائلته؟ وغلاء الاسعار اليوم بالاسواق شلون؟ والله الاسعار يعني هي متفاوته بس هي كلها على صعود. نعم. فالمواطن الفقير اللي ما عنده يعني اللي ما عنده قوت يومه هذا شو يشتري؟ اذا عنده 4 أو 5 جهال، او اذا عنده مره مريضه او عنده رجل مريض، هذا يشتري هدوم، لو يشتري ادويه، لو يشتري طعام يوكل جهاله او قوت يوكل جهاله. نعم. هذا حاير بزمانه وحاير بالوضع السيء اللي هو عايزه. طيب طيب هاي يعني الصورة وضحت. الصورة الثانية يعني تلاحظ حضرتك أخ محمد مثلا بالعراق اليوم أكو تجار دا يحتكرون سلع، أو أكو تجار دا يزيدون الأسعار على المواطنين بشكل غير طبيعي، وماكو رقابة من الحكومة إلى التجار؟ أي طبعا صحيح موجودة هذا. يعني احنا عندنا الأسواقات المهمة والأسواقات الرئيسية بالعراق، يعني نقول الشورجة، نقول جميلة، نقول على الأسواقات الموجودة، أكو ناس مثلاً ما تطلع بضائع، تطلعها من يصعد الأسعار أو تصعد الأسعار يطلعوها يبيعوها، والله شنو؟ وإحنا اشتريناه غالي، هو مشتري بالرخص مثلاً أو مشتري بسعر أقل. نعم. وهاي بستمر هاي الشغلة، لأن رقابة ماكو رقابة، دولة هيك عايفة البلد عايفة هيك. نعم. لاكو رقابة ولا هذا ولا تخطيط. شكراً لك أخ محمد. أم محمد من بغداد، حياك الله يا أم محمد. السلام عليكم، شلونك يوم؟ عليكم السلام والرحمه والكرام، هلا بيك يمه. ان شاء الله وانت بالف خير يا رب، ينعاد عليك بالصحه والعافيه. ان شاء الله يعود عليكم بالخير ان شاء الله يا رب. اجمعين الله. اجمعين يوم اجمعين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يوم على مود المعتقلين، مو قالوا لنا اول يوم العيد عفوا راح نعطيه؟ منو قال؟ عفوا عام كلها نشرتها على النت، قالوا مصطفى الكاظمي راح ينشر اول يوم العيد عفوا عام، احنا مكيفين بيه. والله يا امي يعني اللي نشر هذا الموضوع، اللي نشر هذا الموضوع المفروض هو اللي اكد لك اياه من وين جاب الموضوع انه راح يصير عفو عام. وكذلك هذا السؤال لازم توجهيه الى مصطفى الكاظمي اذا كان اكو مشروع عفو عام او لا. والله نترجى من الاستاذ مصطفى الكاظمي يسمع اصواتنا، اصوات الامهات المكسورات، الارامل بن شنو ذنبهن اللي عندهن جهال هسه ما عندهم حتى ابوهم ما يعرفون وين، كل المساجين اللي مفقودين واللي مسجونين. يعني اترجى من استاذ مصطفى الكاظمي وكل الاستاذ من الامهات يفرحون الامهات، يفرحون الاخوات بهاي المصيبه. هاي والله مصيبه خالص ترى صارت علينا. يعني صار لنا كم سنه ولدنا ما ندري بيهم وين، ما نعرف وين، تعبنا ترى بعد خاله. نترجى من عندكم العفو العام مثل ما نشروه وقالوا عليه اكو عفو عام، ينفذنا ويفرحنا. نعم. الله يخليهم ان شاء الله ويحفظ حكومتنا، ما نقول غيره. نعم. يحفظ أمة محمد يا ربي، يعود عليهم بالخير ان شاء الله. نعم. مناشده من ام محمد بالعفو العام عن هؤلاء وعن الاخوه العراقيين القابعين داخل السجون العراقيه. نعم. شكرا جزيلا لك ام محمد. مناشده من ام محمد عن المعتقلين داخل السجون العراقيه اللي يعانون الامرين، وسوينا حلقات حول هذا الموضوع وطريقه تعامل السلطات في العراق مع السجناء المعتقلين داخل السجون، اللي دا تشوفون جزء بسيط من معاناتهم، ومثلا الاكتظاظ داخل السجون، درجه الحراره العاليه، عدم وجود رقابة صحية، عدم وجود رعاية صحية، عدم وجود غذاء سليم أو غذاء صحي، التعذيب اللي يصير داخل السجون كلها تكلمنا عنها. فمناشدة من أم محمد لطرح أو إقرار قانون العفو العام عن أغلبية هؤلاء خصوصا الأبرياء منهم. مشاهدينا الكرام، إذا أريد نحكي على العيد بالعراق عندنا فيديو صغير أريدكم تتابعوه حتى نحكي عن شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي اللي ما إلها أي حق اليوم. تفضلوا.
مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي تشوفوه هو بمخيمات النزوح. الفيديو اللي تشوفوه الآن هو أطفال عراقيين قاعدين بالمخيمات بخيم اللي من المفترض على الحكومة العراقية أن توفر لهم بيت، من المفترض على السلطات العراقية أن تفكر بأنه كل طفل ما يعاني اللي دعانوا هؤلاء، أو مثل هاي الطفلة مثلا. هاي الطفلة اللي هي في ريعان الربيع عمرهم أو عمر الورود احنا نسميه، هذا الطفل اللي من المفترض اليوم يفكر بمدرسة، هذا الطفل أو غيره أو أي طفل موجود داخل المخيمات أو أي طفل بالعراق بشكل عام، من المفترض أي طفل اليوم يفكر بمدرسته، يفكر بأصدقائه، يفكر شلون يتعلم يلعب طوبة حتى يغور أصدقائه، يفكر شلون ينجح بالمواد الدراسية، يفكر شلون يكون مستقبله، يشوف أبوه مثلاً أو عمه أو 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 أمه أو أي أحد أو جده مثلاً يعتبر قدوته بالحياة، ويشوفه هو شنو يشتغل أو شنو هو عمله حتى يكون هو لما يكبر مثله. لكن الواقع اللي نشوفه هو هؤلاء بال2022 عايشين بخيم، بال2022 عايشين بخرابة، بال2022 عندنا عمالة أطفال مثل الطفل هو مخيم، بس عندنا مثل هذا اللي دا يدفع عربانة، عندنا هواية من الأطفال اللي يشتغلون اليوم في مهن من المفترض أنه الطفل ما يدخل لها، في تركي سيارات أو حداد أو في يعني تجميع النفايات اللي يسموها تجميع زبالة أو قواطي، ذني العفو، ذني المهن اللي من المفترض أنه هؤلاء ما يفكرون بها. وذولا حتى لو كان فعلا انه ابوهم اخطا او امهم اخطات، ذولا ما لهم علاقه، الطفل ما يتحاسب. المفروض من المفترض لو فرضا طفل اخطا، من المفترض انه نحتضن الابن حتى يكون عكس. لكن اللي بنشوفه اليوم هو واقع مأساوي داخل المخيمات. و أعتذر من أبو علي، أبو علي زعلان يقول ليش ما تذكر الشهداء؟ أكو مؤسسة تعنى بشؤون الشهداء وعلهم حقوق، بس زولا من يعطيهم حقوقهم؟ أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل، وكل عام وأنت بلف خير، وقناة الرافدين والشعب العراقي بلف خير إن شاء الله. حياك الله أخوي العزيز، وكل عام وأنت بألف ألف ألف خير أخوي. حياك الله، اشكرك استاذ افل. استاذ افل، يعني احنا كعراقيين من 2003 ولحد الان المعاناه اللي عاشها العراقيين بسبب هاي حكومات الاحتلال اللي جابتهم امريكا وقيادات الاحزاب اللي حكمت العراق، ما شفنا من عندهم فتشي زين او مبادره للشعب العراقي. يعني كل الامور اللي كان يعيشها الشعب العراقي كان يعني احسن، وكل الشعب العراقي كيف كان انه يعني متعايش مع الحكومات القديمه، سواء الحكومه الراحله اللي قبل اللي دمرونا بيها، قالوا عليها انه حكومه طائفيه وحكومه انه بعثيين. طيب انتم من تحكون عن حكومه صدام حسين، حكومه بعثيه، شنو اللي قدمتوا للشعب العراقي؟ شنو اللي انجزتوه؟ كل الامور، البنى التحتيه، المصانع، المزارع، كل هاي الامور اللي كانت متوفره ومعيشه الشعب العراقي يعني اللي كان عايش من عندها، انتم ما قدمتوا، ما تحسنتوا من عندها، ما طورتوها، ما رجعتوا لها فد شيء. الجو اللي عندنا كان بالمناخ، يعني كانت الحكومه العراقيه انه بالثمانينات ما كان عندنا تصير لا غبار، الجو تصير لي عاصفه ترابيه، ما كانت هاي الامور عندنا تصير. يعني كنا نتذكر بالثمانين الحكومه العراقيه استهدفت، يعني ابطل قرار يعني كافه، يعني كل دار انه يزرع اربع شجر من حمضيات ونخلتين تمر، والسبب لانه حتى تنظيف الجو والمناخ اللي يكون يصير بالمنطقه، يعني يكون بارد، يكون معتدل مع الناس اللي عايشين بالمناطق، يعني ناهيك عن المزارع والاحزاب بغداد اللي كانت هي الحكومه اللي كانت في هذا السبب اللي كانت مستخدمه لاجراها من اجل حمايه الشعب ومن اجل يعني اي عاصفه هي كانت تتحمل المسؤوليه. كان المواطن ايضا يعني له مبادره بهذه زرع الشجار والحمضيات، ايضا كان او مع هاي الحكومه، والسبب لانه كان اكو عندنا ولاء، كان عندنا اكو تفاهم الحكومه مع الشعب،
لكن نعم. هسه اكو بعض يعني الناس بيقول لك احنا ليش انه الحكومه السابقه كانت احسن؟ طيب انتم شنو اللي قدمتوه؟ شنو اللي وفرتوه للشعب العراقي؟ نعم. هاي الامور اللي كانت يعني مو من الصعب انه الحكومه تتوافق مع شعبها، تشوف طلباتها، تشوف ايش محتاجها. نعم. لكن للاسف ما شفنا من عندهم اي مبادره. السجناء باقي لحد الان مسجونين اكثر من 650 الف سجين، ناهيك عن النازحين، ناهيك عن المهجرين. كل نعم. هاي نعم. الامور بسبب هاي الحكومه الفاسده اللي حكمت العراق استاذ أفد. نعم. ما من عندها اي ترجي، ما من عندها اي يعني نقدر نقول يعني فد مبادره فرح الشعب العراقي في اعياد هذه المناسبات وفي كل يعني مكان انه متواجد انه عندنا حكومه نصح بها احنا عراقيين نقول هاي طلعت من الحكومه، هاي نعم. طلعت نعم. من مبادره نعم. جيده. فللاسف ما نترجى من حقوقه الاحزاب ولا هاي الحكومه اي شيء يطلع من عندهم خير. فانهاء نعم. هاي الحكومه الا ثوره انه في هاي الغمه نعم. من شعبنا، وان شاء الله يرجع شعبنا بحسن بحسن نعم. ان شاء الله بعون الله تعالى والنصر والرحمه لشهداء العراق وكل من نقدر نذر روحه للشعب نعم. لهذا الشعب نعم. من يعني مجاهدين من ابطال من كل اللي 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 عاش في العراق وطى روحه والخزي والعار لاحزاب السلطه وعاش العراق وحي الله قناه الرافدين. حياك اخوي العزيز، شكرا شكرا لك ابو عمر. قبل شويه طلعت صوره هنا اذا لاحظتوها مشاهدينا الكرام اللي هي الدمار اللي موجود والبيوت المدمره والمساكن المدمره، الصوره الحمد لله طلعت. اخواني الاعزاء يعني احنا بدنا نحكي على مدينه، بدنا نحكي على مدينه لليوم الانقاض موجوده بها. هاي الصورة مو يقول لك يجيك واحد هسه يقول لك لا هاي الصورة قديمة، لا اليوم اكو مناطق بالعراق بالموصل بالانبار هذا الحال اللي دا تشوفوه، الخراب اللي دا تشوفوه اللي ممتد لليوم موجود. اريد اسال سؤال واحد، احنا بعيد ليش ما فكروا السياسيين مثلا اللي يقعدون يتوسلون بالمواطن بوقت الانتخابات واللي يطلع لي سياسي جايب لي تنكر مال مجاري تقول نزاح ويشتغل بالمجاري مال منطقة حتى يخفضها، ويجيك الثاني جايب لي مجموعة صباغين يصبغون الشارع، ويجيك الثالث مشتري لي كم شجرة ويشجر له كم شارع، ويجيك الرابع يسوي لك كهرباء بمنطقة ويقول لهم انتخبوني وأني راح أسوي لكم مشاريع وأني راح أسوي لكم مشاريع. ليش ما بيهم واحد وإجا فكر مثلا رفع هاي الأنقاض، إعادة إعمار هاي المناطق، إرجاع هاي المناطق ما أقول إلى ما كانت عليه، خطة جديدة مثلا لوزارة التخطيط العراقية لإعمار هذه المدن، ما يتصلح يتصلح وما ما يقدر يتصلح ينعاد بناءه بطريقة أخرى بطريقة جديدة، تكون أكو خطة لمدينة جديدة بحيث النازح اللي موجود بالمخيم يا ببيتك خلص تعال استلمه وأقعد. هم من عدها اعتبروها عيدية للناس، هم من عدها هذا المنظر اللي 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 العالم كانوا لما يتفرجون على الانترنت ويشوفون الدمار اللي صاير بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية يقولوا أوه شنو هذا الدمار معقولة، واللي بيفكر ويقرأ ويشوف ألمانيا بالشم سنة انبنت، ويشوف اليابان اللي انضربت قنبلة نووية بالشم سنة انبنت، واللي صارت من كبريات الاقتصادات بالعالم وكبريات المناطق التجارية والصناعية بالعالم، يقول معقولة احنا صار لنا 20 سنة ما قدرنا نبني مدينة؟ معقولة ذولا اللي يقعدون بالمخيمات لازم يظلون عايشين بالمخيمات؟ معقولة ذولا الأطفال اللي ينولدون بهذا التراب وبهاي الخرابة يظلون موجودين بهذا المخيم كأنما هو سجن؟ أكو باب يحبس هذا النازح وأكو خيمة ما يقدر يعيش بها أي مواطن؟ فليش ما يفكرون مثلا بإعادة إعمار حتى نخلص من هاي الموجودة هنا المخيمات ويخلص العراق من قضية النزوح، ويخلصون السياسيين من قضية النفقات اللي تنصرف على النازحين؟ من المفترض لأن ماكو نفقات تنصرف، هواية من النازحين وهواية من المخيمات تقول احنا المساعدات اللي تجي إلى المخيمات للناس اللي عايشة بالمخيمات هي من أهل الخير من منظمات حقوقية غير حكومية، وإن كانت أكو مساهمات حكومية فهي لا تذكر. هذا حكي القائمين على المخيمات أو مخيمات النزوح. فأنا سؤالي إلى السياسيين ليش ما تفكرون بإعادة إعمار المناطق المدمرة حتى تخلصون من قضية النزوح والنازحين، حتى لا حد يجي ويقولكم أكو بالعراق خيم عايشة بها ناس؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، ليش ما تفكرون مثلا بإعادة هندسة
شبكة الصرف الصحي في العراق في بغداد وباقي المحافظات العراقية، بحيث من تمطر الدنيا ما يجي المواطن شايل هم يقول هو راح تمطر. يا بليش التضايج من المطر؟ المطر خير، يقول لك يمك باقي العالم، بس يمي أنا راح أغرق، وإن غرقت القنفات راح تخرب والطبلات راح تخرب والثلاجة راح تخرب والطباخ راح يخرب. عبد الرزاق من باب الحياة، الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم السابقة. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سعيدة، كل عام ألف خير، والعراق والعراقيين من شمال الجنوب ألف خير، وإن شاء الله يوم الخلاص من هذه الكلام والآهات والآهات اللي حكمت البلد واللي جثمت على قلوب العراقيين. وانت بألف خير يا ربي وأهالي بابل أجمعين. يحفظك يحفظك سعد أفل. سعد أفل، بالنسبة للموضوع العراق حتى بعد 2003 صار بلد العجاب والغراب، يعني بلد التناقضات. جاء من البلد يعني الطرق مالتها ما شاء الله تجار، وجاء من البلد عجاج، فما يعني سبحانك يا رب العالمين. منطقة بها مياه وأمطار ومنطقة يعني عاجزة بالعجاج اللي يعني صراحة أدى هواية من العراقيين. اسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين. الثالث أثنان هذه يعني بالنسبة للإطار الجاي يتعرض إلها البلد من جفاف وتصحر، صح صحيح التغييرات المناخية لها تأثير، لكنه المسؤولين اللي بالبلد ما عندهم يعني هم المسؤولية وتحمل المسؤولية اللي يعني يكافون هذه التصحر والجفاف اللي جاي يتعرض إلى البلد، لأنه ما عندهم هم الوطن وما مهتمين لهموم الواقعين. فلذلك يعني شوف البلد يتعرض إلى مآسي وهم والمسألة ما تعليهم، لأنه بعيدين كل البعد عن الشعب والوطن والمواطن خاصة. يعني هم أطرهم آنية، وكل اللي يعتبرون هي معارض في دول خارجية. فإحنا ما عندنا يعني مسؤول حريص على العراق وحريص على العراقيين. أنا جاي أشوف هذا العيد وجاي أشوف النازحين وما تعرضون إلى يعني هموم هموم. يعني إحنا إلى متى يعني نصارع هذه الآلام وهذه الهموم والمسؤول ولا كأنما ما يتحرك، يعني ضميره ما يحركه، ما يحس بآلام العراقيين. فأنا جاي أقول لك هذه الطبقة كلها من سيدها من يعني أنا أصغر واحد إلى أكبر واحد، أخي ذولا ناس يعني يحملون الولاء لبلدان أخرى، يعني ما يحملون هم العراق وهم العراقيين. نعم العراق شو بيصير عليه؟ هم ما مكملين. فلذلك احنا نسال الله ان يرفع هذه البعارات والخلاص من هذه الطبقه اللي صراحه ما شفنا غير الويل والسبوق. وتحياتي لك استاذ افل. شكرا 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 لك اخ عبد الرزاق، وتحيه الى اهالي محافظه بابل العزيزه. مشاهدينا الكرام، بالنسبه الى رسائل الواتساب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعاده الله علينا جميعا باليمن والخير والمسرات، وجمعنا وإياكم ووالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة إن شاء الله، اللهم آمين. شكرا جزيلا لك أخي العزيز. رسالة أخرى تقول: بطاقة التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق ألمانيا أمرك يسرها أن تتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي بجميع أطيافه، خاصة وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، متمنين للجميع أن ينعم بالأمن والمحبة والتسامح والسلام ونهاية الكوارث والحروب والظلم وكل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يعيش الجميع في ظل دولة المواطنة الحقة، دولة العدالة والمساواة، الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان الأساسية، خاصة الحق في الحياة الحرة الكريمة. وكل عام
والشعب العراقي بألف خير. رسالة أخرى، السلام عليكم، أتمنى تنشروا لي هذا الفيديو أخي العزيز. بالنسبة أكو شريط أبيض أسفل الشاشة، إذا تشوفه ده يمشي، تابع هذا الشريط الأبيض، تلاحظ جوا أكو بنهاية رقم نافذة أنت ترى، سجل الرقم يمك ودز الفيديوهات وإن شاء الله بيك خير وتدلل. رسالة أخرى، كل عام وأنتم بخير أستاذ أفل، كل ما ذكرته من تدمير للعراق سيبقى مدمر، لأن أمريكا وأوروبا والصهيونية وإيران قررت محو العراق نهائيا من على الأرض وعلى الخارطة أيضا. المطلوب من العراقيين إعلان الحرب ضد الاحتلال والسلطة والتواجد الإيراني، لأن العراق مستعمر وبدون السلاح لا تصدقون يرجع الوطن، لأن السلطة الحاكمة هي منفذة للاحتلال. ماذا تنتظر يا عراقي؟ ورسالة أخرى تقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف ألف خير، وإن شاء الله العراق يكون بخير ويمن وبركة. مشاهدينا الكرام، قبل ما أختم هذه الحلقة أحب أوجه تهاني أسرة برنامج صوتكم وقناة الرافدين إلى أبناء الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مرة ثانية. نتمنى أن عيد الفطر عيد عليكم مرة ثانية وأنتم بيمن وخير وبركة، ويا رب العيد الجاي أنتم خلصانين من كل هم وكل مصيبة. نلتقيكم على خير إن شاء الله، في أمان.